على الحواجز اللي ما زالت موجودة بشارع الحبيب بورقيبة، وهي تعطل في مصالح المحلات التجارية. كيفاش يتم التعطيل هذا؟ وصحيح أنه اليوم المحلات تلقى برشا صعوبات للعمل. توت سويت مع ضيفنا بالتليفون. سيد صادر بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، صباح الخير. بخير، مرحبا. اليوم ومرة أخرى سيد صادر بن عزوز، أنتم غاضبين على الوضع اللي في شارع الحبيب بورقيبة والمحلات التجارية والمقاهي اللي ما هيش قاعدة تلقى كيفاش تخدم، نظرا لتواجد يعني عديد المشاكل والوقفات الاحتجاجية. هذه يعني تأكدوا لنا يعني موقفكم. نعم، تو تشوفوا لي موجود تو في شارع بورقيبة بالاخص، تو مش يوم من 2011 معناتها مظاهرات صحيح، معناتها مسيرات غاية سلمية اكسترا اكسترا. دونك التجارة بكل معناتها مش المقاهي وبركة ولا المطاعم، مع التجارة كل ما في شارع بورقيبة معناتها متقلقين ياسر بالوضعية هذه، بالحواجز بالاخص اللي في المدة هذه الكل نتاع 11 سنة من وقت الثورة اليوم، الحواجز يتبدلوا معناتها كل مرة، معناتها ما يزيدوا شوية منها ينقصوا شوية منها. كي تدخل في شارع بورقيبة بصفة عامة معناتها شنو البيزاج نوريو فيه، مع العباد مع تشوف مع صمت زعيم الحبيب بورقيبة مسكرة بالحواجز، ام خلدون كيف كيف ودايره بيه الدبابات، شارع جبل عبد الناصر مسكر والداير بالوزاره الداخليه كيف كيف، هذا الكل معناته ماهوش يعني ماهوش يعني قلب تونس والاختيار سنترال نتاع تونس ضيعت الجماليه نتاعها والجاذبيه نتاعها. بالضبط، وهذا خلى معناتها التجار الكل متقلقين ياسر اليوم، معناتها نقاو معناتها بعض الاحتجاجات بالاخص بحدا وزاره الداخليه، معناتها كي نشوفوا معناتها الحواجز اللي تزادت معناتها بحدا النزل الافريقي من حتى الوزاره الداخليه، معناتها ماهوش معقول باش يسكروا على معناتها التجار الكل، معناتها دي فارماسي، معناتها حوانت سنتر كوميرسيال قهاوي اكسترا بالطريقه هذه على خاطر امور امنيه. حتى نفهموا احنا الامن، احنا مع الامن، وكنا كلهم مواطنين مع التجار غادي، مع بالاخص كما تعرفوا في سانتر فيل برشا تجار قدم، مع ممكن فما اللي مولودين غادي في السوق كلاس، لكن اليوم ما يفهموش علاش الطريقه هذه اذا لازمه مع الطريقه هذه اللي استعملوا فيها مع في الامن، ترى مع اسكو سي با اكزاجيري، اسكو سي با سور بروبورسيوني قدام مع الخطوره اللي موجوده، مع في تنبك الثوره وفي تنبك مشاكل الارهاب ما صارش الحكايه هذه، تو قاعد يزيد بطريقه غريبه. والتجار اليوم معناتها محتاجين بالخاص بحث الوزاره الداخليه ويحبوا معناتها على الاقل معناتها يتنفسوا شويه، وموش معقول باش تقعد الحاله هذه بالطريقه هذه معناتها على طول. هذه يعني المره هذه سيد صدري بن عزوز تقول اللي رغم كل الدعوات نتاعكم، رغم كل النداءات اللي عملتوهم للبلديه ولا السلطه ولا سلطه الاشراف، بل يمكن تسمعتوا في فتره ما، ولكن توا عاود نرجع رجعنا للحواجز وللتسكير، وأنه اليوم شارع الحبيب بورقيبة لا يحلو فيه لا العيش ولا التجارة ولا التجول. بالضبط، وإحنا كما قلت بعثنا مع بخلف العرائض مشاو مع رئيس الجمهورية وزارة الداخلية الولاية اكسترا مع الموضوع هذاك، وبخلاف الجوابات مع تمشيو مع طريق الاتحاد الصناعي والتجارة مع الاتحاد الجهوي مع الموضوع هذاك جوستومون اون ريغل جينيرال، ما صارش تجاوب جمله مع بالاخص مع حتى كان جاوبونا مع يقول لك امور امنيه. باهي احنا نفهموا الوضعيه ونفهموا مع شلون الخطوره اللي موجوده في البلاد، لكن مش بالطريقه هذه معناتها كما قلت يعني. وماذا بكم ماذا بينا معناتها احنا نشكركم ساعه على الاستضافة، ونطلبوا من كامل الصحفيين باش يجيو يسهلوا مع التجارة مع من بورت دو فرانس حتى المونغالا باش يسهلوا مع الوضع اسكو فريمون مع فما اشكال ولا لا، خاطر كاينو معناتها ماهمش فاهمين مع السلطه ماهيش فاهمه لي فريمون مع السونتر فيد مع فيها الاف من التجار، الاف من اصحاب المحلات واصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه اليوم قاعدين يعانون. كان لكم لقاء مع سيد الوالي رئيس البلديه سيد سعد بن عزوز؟ والله اللقاءات صارت مع بعض المسؤولين، لكن كما قلت مع التجاوب ما فماش، تجاوب ما فماش، فما مع التفاعل صحيح مع
بالكلام، لكن فعليا ما فما شيء، فعليا الوقت الحاضر ما فما شيء. ويعني نحن في عطله مدرسيه اللي تشهد فيه اون جينيرال، يشهد فيه شارع الحبيب بورقيبه حركيه، معناتها اللي انتم اليوم تخوفين لانه كل المحلات التجاريه بانواعها تكون تتضرر من الوضعيه هذه. صوتكم ان شاء الله يوصل سيد صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي على هذا النداء اللي توجهوا الى السلطه باش تلقى حل للوضع في شارع الحبيب بورقيبه اللي ولاو يعيطوا له جل التوانسه لافونو، هكا كيف يقولوا لافونو، يعني هو شارع الحبيب بورقيبه. شكرا.